تحياتي يا أصدقائي، منتخب سوريا لكرة القدم الشغل الشاغل بعد تأكيد كل من المدافع أيهم أوسو والمهاجم بابلو صباغ وجوده بالمنتخب والحديث عن أسماء أخرى ممكن تتواجد بمنتخب سوريا، يتمناها الجمهور السوري وكل عاشق لهذا المنتخب وناطر بطولة كأس آسيا. بهذا الفيديو حأحكي شوية هيك أخبار وتفاصيل وأفكار عم تدور براسي حول هذا المنتخب. إذا يا حبايب القلب، الكل سعيد بوجود بابلو صباغ المهاجم بالدوري البيروفي بمنتخب سوريا، لاعب من العمر يعني 24-25 سنة، مهاجم مهم. أنا شفت له فيديوهات وشفت له مباريات سابقة في الدوري الكولومبي من سنتين ثلاثة لما كنت مهتم بهذا الموضوع. مهاجم متكامل، يملك سرعة، يملك خاصية التمركز بشكل صحيح داخل منطقة الجزاء، يملك اللياقة البدنية والقوة بالضغط على المدافعين. يعني مهاجم أمريكي جنوبي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومهارته كتير حلوة وتسديداته من خارج المنطقة، عنده أهداف كتير جميلة جدا بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، وهو إضافة جدا هامة لمنتخب سوريا ومستقبل. يعني هذا اللاعب بخدمك لعشر سنين لقدام بمنتخب سوريا، بديل كتير مهم لعمر السومة عندما يعتزل أو لعمر خريبين في حال عدم وجوده مع منتخب سوريا. وأنا طبعا سعيد جدا بوجوده بهذا المركز، راح يخدمنا كتير في حال يعني التوليفة كانت مناسبة له مع المنتخب. أيضا أيهم أوسو المدافع المهم، حضرت له بالدوري الأوروبي بالأمس مباراة لفريق هاكان السويدي، خسر فريقه صحيح بهي المباراة، لكن أيهم أوسو برغم من أنه أيضا انطرد لاعب هو مدافع زميل أيهم أوسو بيلعبوا على نفس الخط بالدفاع، لكن قدم مستوى حلو، قوي جدا بالتمركز، قوي جدا بالاندفاع البدني، شخصيته هيك حلوة على أرض ملعب، شخصية قوية جدا وإضافة كتير مهمة. أيضا أيهم أوسو في حالة أيضا استغلاله بطريقة صحيحة رح يخدم منتخب سوريا من هون لعشر سنين لقدام. ونعرف نحن الوضع الدفاعي السيء لمنتخب سوريا بحاجة هيك فكر يكون موجود بهذا المنتخب. في أسماء، هلا أنا عندي معلومات بس أنا كنت يعني مثل كل مرة بقول أنه بفيديوهات السابقة حكيت نفس الموضوع، أنا عندي معلومات عن أسماء يتم العمل على أن تكون حاليا موجودة بمنتخب سوريا، لكن ما رح أحكي للمهنية الإعلامية لحتى الموضوع ما يخرب، لحتى الموضوع ما يصير في يعني أخذ وعطى كتير. بتمنى أنا يعني أنا عم بحكي عن اللاعبين بعرف المعلومات موجودة عندي، لكن بعد ما يتم التأكيد بشكل رسمي وأن تصل الموافقات من الفيفا والخطوات هي كلها، بعدين منقول يا أخي أهلا وسهلا بهذا اللاعب. لكن يعني الحديث عن لاعبين وقول أسماء مثل ما عم بيحكوا الشباب والزملاء أيضا، أنا لا ما أفضل هذا الموضوع. لكن يعني بدي أحكي أيضا نقطة كتير مهمة فيما يتعلق بماذا ينقص حاليا منتخب سوريا. مع كل الحب والاحترام لكل الحراس الموجودين منتخب سوريا، نحن عنا يعني نقص بمركز حراسة المرمى، لأن الحراس الثلاثة كلهم فوق 30 سنة، وبالتالي يعني نحن بدنا حارس صغير، حارس متمكن، حارس عنده إمكانيات لحتى يعطيك المستقبل. كل الحراس موجودين في الدوري السوري، إذا بنشوف نحن منتخبات، المنتخب الأولمبي، المنتخب الشباب، يعني ما عندنا هذا الحارس الثقيل، الحارس ممكن يعني يخدمك لقدام. في ضعف بمركز حراسة المرمى أيضا، يعني يتفق معي كل مدربي حراس الدوري السوري أنه ما عندنا حارس مرمى صغير موهوب أو يعني مؤسس بشكل صحيح لحتى يكون موجود بمركز حراسة المرمى. اللاعب حاليا المتاح لمنتخب سوريا هو المحترف في الدوري السويدي بالدرجة الثانية، الياس هدايا يا شباب، عمره 24 سنة، حارس طويل متمكن، قادر انه يشيل فريقه بالأوقات الصعبة، اكيد بحاجة لخبرة المنتخبات وخبرة الدرجة الاولى والدرجة الممتازة، لكن هذا هو اللاعب المتاح. بده يجي على منتخب سوريا او لا؟ في معلومات انه عم يتم التواصل معه للياس هدايا، ما بعرف اذا رغبة اللاعب انه هي اهم
يكون موجود بالمنتخب او لا، ظروفه لهذا اللاعب، اوراقه اذا كان سليمه او لا. على كل حال انا من الناس اللي اتمنى ان يكون الياس هدايا، لانه ايضا مستقبل سوريا من هون لعشر سنين بهذا الحارس المفروض يكون. العمل على موضوع اللاعبين من اصول سوريه لمنتخب الرجال يتم بطريقه كثير صحيحه بالنسبه لانتقاء اللاعبين المميزين. يعني لا احد ينكر انه بابلو صباغ مهاجم متميز جدا، ايهم اوسو مدافع متميز جدا، الياس هدايا حارس صحيح بيلعب بدرجه ثانيه بالسويد، لكن ايضا هو عنده امكانيات انه يكون حارس متميز. وكل ما يعني العامل المشترك بين هدول الثلاثه انهم عمرهم بالعشرينات، يعني نحكي 23 24 سنه، يعني هذا الشيء كثير مهم كثير مهم. هذا اللاعب حيتاسس صح، حياخد على الجو منتخب سوريا، ممكن بتصفيات كاس العالم نشوف تميز من هؤلاء اللاعبين. وانا عندي ثقه يعني وجود هكتور كوبر الارجنتيني مع المنتخب، يعني بالرغم من انه الناس انتقدت، في البعض انتقد الاداء و يعني انه والله التشكيله هو ما انه مختاره، مساعده هو و يعني هذا الكلام كثير بينحكى وفي منه صح وفي منه غير صحيح، لكن يعني قدره هكتور كوبر على اقناع هؤلاء اللاعبين لا سيما في ملف بابلو صباغ واللاعبين يعني الارجنتينيين هو كثير مهم، وجودهم كثير مهم بمنتخب سوريا. هكتور كوبر يعني اذا كان في له نقاط ايجابيه فهي اهم النقاط الايجابيه. ايضا العاملين على هذا الملف اتحاد كره القدم لهم كل التحيه، وانا بتمنى يعني اسماء تكون سمعت يعني المعلومات اللي عندي، اذا هي الاسماء كانت موجوده بمنتخب سوريا فهي هتشكل اضافه كثير مهمه. انا اتمنى ان شاء الله يعني من هون للاحد ممكن تسمعوا باسم مهم يكون موجود بمنتخب سوريا. هذا فيما يتعلق بالمنتخب. بدي احكي على موضوع ايضا فيما يخص مركز حراسه المرمى، موضوع المدرب عصام الحضري المصري. عصام الحضري هو نجم كبير، لا احد يشك انه هو نجم كبير وبنحبه وبنحترمه على كل الاصعده، لكن مع منتخب سوريا يعني انا متابع صفحته الرسميه على الفيسبوك، كل يوم بيسافر على منطقه، ما انه مهتم كثير بشؤون منتخب سوريا غير وقت يكون بمعسكر منتخب سوريا. انا كنت اتمنى من عصام الحضري ان ياتي بهي الفتره على سوريا، او يسافر لعند الياس هدايا، او يعمل شيء خطوه كثير مهمه، معسكر الحراس، بركي بيطلع شيء حارس صغير ممكن يفيد منتخب سوريا. لكن للاسف يعني على ما يبدو انه في شغلات اهم بالنسبه له. بنسمع سوا شو حكى عنه كاوا حسو، اكيد كل متابعين كره القدم السوريه في الحقبه ما قبل 2010 2011 بيعرفوا مين كاوا حسو. كاوا حسو هو من اهم الحراس اللي مروا على تاريخ سوريا، لكن ظلم كثير في عدم وجوده بشكل كثير كبير مع منتخب سوريا. هنسمع شو حكى، طبعا تصريحه كان لبرنامجي جيم اون الذي يعرض على قناه العالم سوريا. طبعا مع احترام الكبير للكابتن عصام الحضري اسم كبير طبعا لا شك، نحن عم نحكي على العمل حاليا هون، العمل ما تغير شيء لمنتخب سوريا، الاسامي نفسها، الحراس مرمى نفسه. انا كنت متوقع انه هو يكون متابع اكثر للفئات العمريه، ويمكن ممكن يشتغل على حارس مرمى بعمر صغير ويجازف يحطه مع المنتخب الاول. هذا بده جرأة، والجرأة ياتي من العمل. فاذا كان المدرب الرئيسي ما انه موجود بسوريا ولا عم يتابع الدوري السوري ولا عم يتابع الفئات العمريه، طيب كيف فينك تطلع حارس مرمى وكيف فينك تطور حارس مرمى لمنتخب سوريا؟ هلا نحن شو الاختلاف اللي صار من وقت ما اجى الكابتن حسام الحضري؟ ولا شيء، الاسامي نفسها، حراس مرمى موجودين نفسه، ما تغير شيء. شو استفدنا نحن اذا عم ندفع مصاري بهالكم لمدرب منتخب حتى يجي يساعدنا واخر شيء ما عم لاقي اختلاف؟ لا، طيب مدرب المنتخب السوري، مدرب حراس المنتخب السوري السابق كمان كان عم يستخدم نفس الاسامي، شو الاختلاف؟ شو ليش عم ندفع مصاري لك على شيء ما عم نستفاد منه؟ فهذا السؤال المهم لازم نساله للكابتن عصام حضري. هل انت متواجد مع في سوريا وعم تتابع الدوريات السوريه الفئات العمريه؟ هل انت قادر تطور حراس مرمى في سوريا، تعمل برنامج تدريبي لهم، تابع الانديه؟ هل انت متواصل مع مدربي حراس مرمى في سوريا؟ هذا سؤال اسئله كثير مهمه لازم نساله. هو قادر يبني اكاديميه عن طريق الاتحاد السوري لمدربي حراس مرمى في سوريا؟ هل هو قادر يشرف على مدربي حراس مرمى في سوريا من خلال الاكاديميه لتطوير حراس مرمى في سوريا؟
طيب نحن جبنا مدرب حراس مرمى، لازم نستغله. مثل ما سمعنا كلامه للكابتن كاو، حسه اكيد انا يعني بوافقه كثير من النقاط اللي حكاها، وبتمنى من عصام الحضري انه ايضا مثل ما عندك جماهيريه عربيه كبيره، محبه الجمهور السوري بترفعك للسماء، قدم لنا لانه نحن اكيد بنستاهل كسوريين، وبتمنى يكون في حارس مهم موجود مع كتيبه النسور في كاس اسيا. اصدقائي تعليقاتكم اهم شيء للفيديو ودعمكم لحتى اقدر استمر ايضا وتحديث المعلومات فيما يتعلق بالكره السوريه والمنتخبات الوطنيه. باي باي.